إلى اليابان، حيث تسببت أمطار غزيرة بمقتل شخص واحد وفقدان اثنين آخرين بحسب ما أعلن مسؤولون، بينما دعت السلطات مئات الآلاف من السكان إلى إخلاء مناطقهم. كما دعت السلطات اليابانية إلى توخي الحذر الشديد في مواجهة مخاطر انزلاقات للتربة وسيول وفيضان أنهار قد تنجم عن العاصفة الاستوائية ماوار التي كانت مصنفة إعصارا. وقالت شبكة كهرباء طوكيو إن التيار قطع عن نحو 4000 منزل في مناطق قريبة من العاصمة، بينما أشار المتحدث باسم الحكومة أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة جدا ترافقها عواصف رعدية في جزء كبير من اليابان من الغرب إلى الشرق خلال الأيام الثلاثة المقبلة. إلى كندا، حيث أصدرت السلطات أوامر بإجلاء لنحو 10000 شخص في مقاطعة كيبيك لمواجهة حرائق الغابات. وكان أكثر من 200 حريق تستعر في أنحاء كندا، بما فيها 82 حريقا خارج السيطرة. ويقدر مسؤولون أن أكثر من 2,700,000 هكتار من الأراضي دمرت في حرائق هذا العام. إلى الصين، حيث تتعرض المناطق الواقعة في جنوب وشرق البلاد لموجات شديدة من الحرارة. من المتوقع أن تتعرض معظم أنحاء جنوب الصين لدرجات حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية، مع توقعات خبراء الأرصاد الجوية بأن تتجاوز 40 درجة مئوية. إلى الولايات المتحدة، حيث تعرضت منطقة أودونيل في ولاية تكساس لفيضانات مفاجئة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق. كانت هيئة الأرصاد الأمريكية حذرت من حدوث فيضانات مفاجئة، وحثت السكان في منطقة أماريلو والمناطق المجاورة على البحث عن مناطق مرتفعة. المزيد ينضم لنا هاتفيا دكتور علي قطب، استاذ المناخ. برحب بحضرتك دكتور علي. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. يمكن لو حضرتك متابع معانا الاخبار، فيضانات هنا وسيول هناك واعاصير هنا، ايه اللي بيحصل يا دكتور علي؟ اللي بيحصل طبعا ان التغيرات المناخيه ليها دور حتى بنسبه 50%، بالاضافه الى المخلفات البيئيه لها دور كبير جدا، وان هي ضمن عوامل التغيرات المناخية، وده اللي أدى إلى تغير في العناصر المناخية والظواهر الجوية. بمعنى إيه؟ يعني إحنا مثلا على سبيل المثال هناخد في جمهورية مصر العربية، كنا بنشهد المنخفضات الخماسينية خلال شهر إبريل والنصف الأول من مايو. عندما تحدث هذه المنخفضات وبعنف شديد في نهاية مايو، يعني في نهاية شهر 5 وأول شهر يونيو، فهذا نتيجة للتغيرات المناخية. هذا كان بيحدث قديما، كان بيحدث، ولكن في الموسم الخاص به. لكن عشان يتحول من موسم إلى موسم آخر، وهو أي نعم فصل الربيع ولكن متأخر عن مواعيده قرابة الشهر أو العشرين يوم، فهذا شيء هو الغير طبيعي. إذن التغيرات المناخية بتلعب دور كبير جدا، والتغيرات المناخية طالما مستمرة في معدلات متزايدة لم تثبت ولم تقل، الطبيعي انها تثبت ثم تقل، فهذا دليل اخر على ان التغيرات المناخيه سيكون لها تاثير اكبر ومخاطر كبيره جدا في السنوات المقبله ان لم يفطن العالم ويكون واقعي في تنفيذ تعهدات وتوصيات المؤتمرات والاطر الدوليه
في تخفيض الانبعاثات الكربونيه. بخلاف التغيرات المناخيه احنا عايزين نتكلم في نقطه طبيعيه، تزايد السكان العالمي له دور في استهلاك العديد من العناصر. بمعنى ايه؟ يعني الامطار، هذه الامطار موجوده على سطح الكره الارضيه. استهلاك السكان العالم منذ 50 سنة لكميات المياه العذبة في الشرب وفي الغذاء وفي الزراعة وفي الري وفي ما إلى ذلك أقل بكثير جدا من نسبتها خلال هذه الأيام وفي السنوات المقبلة. لكن هو نفس معدل هطول الأمطار يا دكتور؟ الطبيعي أنه هو نفس معدل هطول الأمطار، لأن سطح الكرة الأرضية هو الأمطار بتيجي إزاي؟ من تبخر كميات البخار الماء فوق البحار، والبحار ثابتة، ثم تتصاعد إلى طبقات الجو العليا فتكون السحب فتسقط الأمطار. هذه الأمطار قبل التغيرات المناخية قبل 100 عام كانت طبيعية، تسقط في مناطق دون الأخرى، وكان يستفاد منها في الزراعة، وكان موسم لبعض المناطق الصحراوية أن يستزرعوا الأراضي في تلك الفترة التي تسقط فيها الأمطار. ولكن النهاردة عندما تتغير الخريطة المطرية فهناك جفاف في مناطق كبيرة جدا وسيول في مناطق لا يستفاد من هذه المياه من الأمطار في الشرب أو في الزراعة، بل عندما تزيد عن حاجتها بيكون أذى للتربة نفسها. على سبيل المثال أيضا عندما تكون هناك سحب ركامية رعدية، كميات الأمطار اللي فيها أو المياه اللي فيها كبيرة جدا جدا جدا، عندما تتساقط في فترة زمنية قدرها ساعة فهذا يعتبر سيل، والسيل يؤثر على التربة الزراعية وعلى المزروعات ويؤثر بعدم الإنتاجية الجيدة للمزروعات والثمار. يعني يا دكتور مش كل المطر الناس تفرح بيه؟ لا طبعا، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ اللهم اجعله لنا لا علينا، لنا يعني نستفيد منه لكن علينا بيدمرنا. الأمطار بتدمر، وبالدليل على ذلك الأعاصير التي تضرب البحار والشواطئ القريبة من هذه البحار في أمريكا مثلا، معظمها الأعاصير بتضربها من الشرق في المحيط الأطلسي ومن الغرب من المحيط الهادي. الأعاصير بتنتج كمية رهيبة جدا 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 من المياه، تغرق بها جزر ويصاحبها رياح عاتية تدمر بها قرى ومدن. إذن هي مدمرة إن لم يكن ربنا رؤوف بنا، وإحنا نكون رؤوفين بأنفسنا في تخفيض نسب الانبعاثات الكربونية حتى تكون لنا لا علينا. بحديث حضرتك عن الأمطار وما تشهده، وضربت مثل طبعا بمصر الأسبوع الماضي، بعض محافظات شمال مصر كان في أمطار تلج، بالتأكيد هل ده طبيعي في هذا التوقيت من العام يا دكتور؟ لا، ما هو مش طبيعي في هذا التوقيت، لكن طبيعي أن تحدث أمطار خلال فصل الربيع، ولكن أمطار ليست يعني بنفس القوة وبنفس الشدة. السبب في ذلك إيه؟ تغيير خرائط توزيعات الضغط الجوي. نحن نعلم ومتخصصون في مجال الطقس والمناخ أن المنخفضات الخمسينية على سطح الأرض هو منخفض جوي حراري يتكون فوق جبال أطلس ثم يتحرك بمحاذاة الساحل الشمالي لأفريقيا ويقابله في طبقات الجو العليا بما نسميه ريدج، يعني تسخين في طبقات الجو العليا. لكن وده كان بيؤدي الى ايه؟ اثاره للرمال والاتربه وعواصف ترابيه دون هطول امطار. بمجرد ياتي المساء تهبط الرياح وتعتدل الاحوال الجويه، واحيانا تسقط امطار ولكن امطار خفيفه. ولكن ما حدث ان يكون على سطح الارض هذا المنخفض الحراري الخمسيني ويقابله في طبقات الجو العليا منخفض جوي اخر ياتي من جنوب اوروبا مصاحب له كتله سحابيه كبيره جدا جدا، ادى الى ما حدث من هطول امطار وكانت سريعه جدا، لان درجه الحراره كانت منخفضه جدا فوق عمود الهواء في هذه المناطق، وبالتالي نزلت كميات ثلجيه، المياه تجمدت ونزلت ثلجيه لانها كانت قريبه من سطح الارض، ما لحقتش تذوب على سطح الارض، ذابت عندما سقطت على سطح الارض، ودي اللي هي كانت كور ثلجيه أزت ما أزت على سطح الكرة الأرضية من السيارات، ثم صاحبها الرياح العنيفة التي دمرت العديد من الألواح المعدنية والإعلام. لابد دكتور أن نتحدث عن طرق العلاج، وده سؤالي الأخير لحضرتك دكتور علي. مصر كان فيها كوب 27 وكوب 28 إن شاء الله في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أي مسار يسير هذا الكوكب إن استمر الحال على ما هو عليه؟ يستمر على ما هو عليه. ليه؟
المصالح الاقتصادية والمصالح العسكرية تتضارب مع تنفيذ توصيات مؤتمر كوب 27 وكوب 26 قبله في انجلترا في المملكة المتحدة، وقبل منه في كوب 2015 في باريس، وكلها توصيات على ورق لا تقوم بتنفيذها إلا القليل من هذه الدول. على سبيل المثال في مصر نحن في اتجاه إلى تنفيذ استخدامنا لطاقة صديقة للبيئة، في حلول عام 2030 هيكون استخدامنا 40%، وده شيء إيجابي كويس جدا لمواطنينا، ولكن ده ليس لم يكن يمنع التغيرات المناخيه، هذا تكيف مع التغيرات المناخيه في منطقتنا. بينما دول اوروبا التي تستخدم طاقه الوقود الاحفوري بكميات كبيره نظرا لرخص ثمنها ونظرا لاحتياجها الشديد، لان هذه المناطق جغرافيا مناطق تكون في فصل الشتاء شديده البروده واصبحت في فصل الصيف شديدة السخونة، إذا هي محتاجة لاستخدام طاقة كهربائية، والطاقة الكهربائية عندما تستخدم من طاقة الوقود الأحفوري بتكون رخيصة الثمن فهي اقتصاديا موفرة، بينما عندما تكون طاقة صديقة للبيئة طاقة شمسية وهذا لا يتوفر أيضا في أوروبا، أو طاقة صديقة للبيئة مثل طاقة الرياح وهذا أيضا لا يتوفر بكثرة في دول أوروبا، وكذلك عندما تجف الأنهار هناك في فصل الصيف فأيضا هذا يؤثر على أوروبا، إذا أوروبا هتستخدم طاقة الوقود الأحفوري آجلا أو عاجلا إن لم تتوقف وتعاني مثلما نعاني في أفريقيا، وهي بدأت تعاني بجفاف الأنهار في أوروبا وبتعاني في أمريكا نفسها، ولذلك النهاردة حولت القضية بعض الجمعيات حقوق الإنسان في فرنسا ترفع قضية ضد الدول المؤثرة على المناخ والتغيرات المناخية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وتعتبر قضية دولية سياسية، ولكن هذه القضية محكمة العدل الدولية لم تكن محكمة تنفيذية، هي توصية لبعض القوانين واللوائح، ولكن هتؤخذ هذه الجمعيات بهذه التوصيات ثم تعرض على محاكم متخصصة، إذن هي في اتجاه قضاء مستمر، وهذا لم يأتي من فراغ ولكن أتى من عدم إيجابية هذه الدول الصناعية الكبرى في أوروبا وأمريكا والصين تجاه التغيرات المناخية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علي قطب أستاذ المناخ، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة.